مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حلقة أنفاس سبور. حلقة اليوم غادي نخصوها لحديث على مباراة فريق الهضرة السبركان أمام الزمالك المصري وتضييعه للقب الثالث في تاريخه. وللحديث على هذا الموضوع كيحضر معنا في الاستوديو المحلل الرياضي مجيد الخال. سي مجيد مرحبا بك معنا. أهلا أختنا، أهلا متابعي قناة أنفاس سبور. سي مجيد، تابعتي مباراة ديال الهضرة السبركان البارح مع فريق الزمالك المصري؟ للأسف كانت النتيجة مخيبة للأمل ديال الجماهير المغربية. واش نقدروا نقولوا أن الارتباك خيم على الذهن ديال اللاعبين ديال نهضة سبركان، أو هما يفتقدون التجربة ديال النهائيات أمام فرق من حجم الزمالك المصري؟ وحنا طبعا لا ننتقص من القيمة ديال نهضة سبركان، غير كتبقى داك الموضوع ديال التجربة حاسم في حالة النهائيات. هو في الحقيقة مقابلة الذهبية نهزم فيها أو هي اللي ضاع فيها اللقب بالنسبة للنهضة السبركانية. أنا كنت في البلاطو ديال القناة الرياضية وفنت تسجل الهدف، قلت لهم بأنه أصعب شيء وأصعب سيناريو هو أنه كتستقبل الهدف يعني في داخل الديار. وهذا الشيء اللي وقع لأنه إحنا كنعرفوا الإخوان المصريين وطريقة اللعب ديالهم والخبط الكروي اللي كيتميزوا به اللاعبين ديال المصريين، فتبين بأنهم مقابلة غتمشي لصالحهم، خصوصا اللي شفنا البداية ديال المباراة وكيفاش أنه الشعباني اختار انه يدير البلوك با وانه يعتمد على المرتدات، رغم انه كان واحد في البدايه ما كانش تركيز لانه احنا كنا كنستخلص الكره يعني المرتدات او التحولات اللي كتكون خصها تكون سريعه ما كانش، وعده امور تقنيه اللي كنظن انه مشات لصالح فريق الزمالك، ولكن اللي لا رياضي هو الاشياء اللي شاف جميع المغاربه، خصوصا ضربه الجزاء اللي يعني كنظن انه اي حكم مبتدئ يعلن عليها ولا ما علنش عليها غيطلب انه تكون يعني الغرفه الفار انها تدخل. حنا ما شفناش الاعاده اللي كمشاهدين وكمتتبعين وك يعني بغينا انه فريق بركان يعني يفوز باللقب، وكذلك كنظن انه حتى غرفه الفار لم يتوصلوا بالاعاده، ولكن هذا الشيء حنا ولا عندنا يعني عادي. كانت تعرضت لي يعني الرجاء تعرضت لي حسني تقادير عده فروع وطنيه، وهذا كيبين بانه خاص يعني القاره الافريقيه والاتحاد الافريقي انه يعني يحاول اصلاح المنظومه التحكيميه ويمشي في الركب ديال باقي الاتحادات. شفنا كنا المقابله ديال العين ضد الهلال وشفنا المستوى الجيد، كنشوفوا يعني المقابله ديال الشامبيونز ليغ الاوروبي واحد المستوى اللي هو جيد. فحتى الاتحاد الافريقي فهاد الموارد البشريه اللي عندهم من لاعبين ومدربين، فخاصة التحكيم يمشي في هذا الركب باش يكون تطور لكره القدم الافريقيه. سي مجيد، ذكرتي في الحديث ديالك السابق اللي تعرضوا لها الفرق المغربيه في الظلم التحكيمي امام الانديه المصريه، واش نقدروا اليوم نقولوا ان احنا امام واقع يكرس ديال الظلم التحكيمي في هذه المسابقات القاريه؟ بالفعل، فاحنا ولينا يعني كنخلصوا يعني ضريبه ديال النجاح ان صح التعبير، فالتقدم اللي كيعرفوا كرة القدم الوطنية ووصول المنتخب الوطني نصف نهائي كأس العالم، تألق فريق الوداد الرياضي قاريا، كذلك النهضة البركانية، فريق الرجاء، هذا الشيء كنخلصوا لأنه كاين واحد كما كيقولوا أنه الكاميرا شعلات علينا وكلشي ولا ضدنا. علاش؟ حيت نحن ناجحين، ولكن خاص ضروري تكون واحد رسالة احتجاج من يعني فريق النهضة البركانية وكذلك جامعة الملكية المغربية لكرة القدم باش أن الأمور تبقى غادا في المنحل الاحترافي ديالها، وكنسطر على كلمة احترافي لأنه ما يمكنش أنه حكم كيضيع لك مجهود ديال سنة يعني بجميع يعني المشاكل ديالها، بجميع التدريب اللي كياخذوا اللاعبين، بداك الستريس اللي كيعيشوا المدرب، ما يمكنش أنه يضيعوا لك في واحد اللقطة أو لقطتين، لأنه كنظن كون تعنا ضربة الجزاء كان غيكون واحد لواحد وبذلك فكان اللقب غيكون بركاني. تكلمنا كذلك في الظلم التحكيمي اللي كنشوفو وكنبقاو اننا كنقولوا بانه حنا خصنا نبقاو رادين البال في الكره، ولكن حنا كنعرفوا بان التحكيم تا هو متداخل في كره القدم وسيكون المؤثر، وحنا خصوصا في 2000 ومن 2020 ولا 2019 الان فكنهضروا على الحدود يعني الفار شنو الدور ديالو، فمن الدور ديالو اللي ما كانش انه يتدخل في بحال النهائي. شفنا الوداد تحرمات في فرانس هذاك النهائي الشهير، فما يمكنش خصنا نبقاو ساكتين، خص ضروري انه الجهات المعنيه انها تدخل، وضروري انه يكونوا رسائل احتجاج للاتحاد الافريقي.
سي مجيد، بغيت نسالك واحد السؤال كان ممكن. بالنسبه لك واش ما شفتيش ان داك التصريح اللي كان دلا به مدرب ديال ديال الزمالك المصري قبل من المباراه اللي قال لهم زعما احترم بركان، ولكن راه الزمالك المصري فريق كبير. مساله اخرى انهم هما فحال اللي كانوا داروا واحد الخطوه مبكره، قاموا بتجهيز واحد الحافله مكشوفه، يعني فحال هما متوقعين انهم غادي يكون عندهم تتويج باللقب. واش هذا ماشي نوع من انواع الضغط النفسي والحرب النفسيه اللي مارسوها على الفريق المغربي؟ شوف المصريين احنا كنعرفوهم، اللي احنا المغاربه احنا كبرنا معهم في المسلسلات والافلام ولعبنا ضدهم ملايين المرات، لا مع المنتخبات ديالهم ولا مع كذلك الفرق، وكنعرفوا الطرق ديالهم. فاي طريقه تحفيزيه في انه كيبريباري حافله وفي التصريحات ديالهم، حتى كذلك في يعني في الاتجاه ديال الاعلام ديالهم، كيبين بانه كاين واحد التحفيز لا مباشر للاعبين الزمالك، بين بانه الكاس خصها توقف معاه. ولكن انا كنظن ان الشعباني كان ياخذ الاشياء باش انه يشحن حتى اللاعبين البركان ياخذها، بانه خصهم ما يمكنش انهم يمشوا هذو حقروكم، وجدوا الحافله، كي المدرب ديالهم كيقول بانكم صغار باش ان اللاعبين تعطى الدوب. ولكن بالامس كنظن انه اللاعبين حتى هما دازوا على كوتي باش نكونوا واضحين، وخصوصا الشعباني، لانه طريقه تدبير المباراه لا في المواقف الثابته لا في المواقف المتحركه فكان اشكال كبير. وشفنا عده لقطات كيتعاودوا خصوصا في الكره الثابته، وكانوا غيستغلوهم، ومنها اللي جا الهدف. كذلك شفنا ان المرتدات، حنا اللاعبين اللي عندنا صراع على الفحلي المهري، فهم كيرجعوا كيديروا مسانده دفاعيه، انت اصلا كنتي غادي كتبحث انك منتصر، ولكن حنا كنعرفوا انه الضغط وكثره الدفاع هي كتولد العياء، لانه كيولي لا تركيز، العياء كيؤدي لا تركيز. وحنا هذا الشيء وقعنا فيه في الشوط الاول، يعني كان خصو يكون عندك دي بلون. كنظن انه الشعباني داز كوطي بالامس، وكذلك مقابله الذهب، لانه شفنا الشوط الثاني ديال مقابله الذهب في البدايه ديالو، فهو نسخه كربونيه من المباراه، تسجل علينا هدف مباغت. والمصريين تكلمنا بانهم الخبط الكروي ديالهم، تجربه اللاعبين، وشفنا انهم عندهم معدل السن كيفوق 29 سنه، هي اللي ساعدتهم باش انهم فازوا باللقب ديال الاتحاد الافريقي. مجيد، تابعتي التصريح ديال المعين الشعباني من بعد المباراه اللي كيقول فيه المراكي، يقول ان المصير ديالو مع الفريق غادي يتحدوا الاداره، واش نقدروا نعتبروا ان هذا التصريح بالفشل مثلا؟ لا، احنا كنعرفوا ديما الاسئله ديال الصحفيين هي اللي كتخلي الاتجاه ديال الجواب، فكنظن انه واحد الصحفيين سول على المستقبل ديال الشعباني، كنظن ان العقد ديال الشعباني الا كان فيه لوبجيكتيف انه خصو يفوز بالاتحاد الافريقي وفشل فيه، فغيكون الذهب ديالو، لانه هذا الشيء كيبقى في العقد ديالو. الشعباني المجيء ديالو كنظن انه اصلح بعض الاشياء في الشق الهجومي، لانه كان الاشكال مع الكرما انه ما كانش كيسجلوا، لانه ديما كيكون احسن دفاع ما استقبلش اهداف كثيره. ولكن حنا كنعرفوا المدربين هو التدبير ديال كيكونوا مواقف صعبه، الموقف الصعب هو انك كتلعب نهائي، كيفاش انك تدبره. هو كان عنده تجربه مع فرق مصريه كذلك تونسيه، ولكن كنظن انه حتى لحد ما كانش بجانبه، وسوء التدبير ديال المقابله الذهبيه اللي خلات انه ضيع الكاس. مجيد، كاين واحد المقابله مهمه كتنتظر نهضه بركان والرجاء الرياضي نهار الجمعه، اللي هي المؤجل ديال الدوره 27. بغيت توقعك لهذه المباراه هذه، وكيفاش كتشوف نهضه بركان كيفاش غياخذ هذه المباراه على ضوء هذا المعطى ديال انه فقد اللقب ديالو؟ بالفعل الان هذه صفحه طويت، خاص انه فريق النهضه البركانيه انهم عندهم باش انه يحتلوا احد المراكز الاربعه المؤديه لكاس الكونفدراليه، ولكن المقابل فريق الرجاء السنة فريق قوي، فريق اللي ما انهزمش، فريق عنده ترسانه بشريه اللي مهمه، وكنظن ان المقابله ما غاتكون سهله بالنسبه للنظر البركانيه وكذلك الرجاء الرياضي. ولكن انا كيبان بان الرجاء الرياضي هو اللي اكثر استعداد، راه كاين واحد المده ديال التوقف، وكنظن هذا التوقف هو اثر كذلك على فريق النظر البركانيه، خصوصا عدم خوض نصف النهائي الشهير، وهذه كان كيبان بانه احسن انتصار هذه السنه هو هذيك المباراه، لاننا ما لعبناش، فزنا يعني على الورق، ولكن بالجانب الوطني ديالها فحنا فزنا، سرينا على تواجد الخريطه ديال الوطن ديالنا باكملها من طنجة للقوير، وهذا بحد ذاته فهو انتصار. رجع للبطوله، ففريق الرجاء كما تكلمت على حساب الارقام اللي عنده على حساب اللاعبين اللي عنده، فكنظن هو اللي يكون فافوري انه يفوز في هذه المباراه، وكنتسناو رده الفعل، لانه الان
كاين هزيمه او كاين ضياع كاس الكونفدراليه، نشوفوا رده فعل ديال الفريق النادي البركاني من خلال هذه المباراه. سي مجيد كنشكرك على الحضور ديالك معنا وتلبيه الدعوه. مرحبا، هذا واجب. بارك الله فيك. شكرا مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد.